هل يجوز أن يتولى غير المسلمين بناء المساجد وتعميرها مع ما يكون في ذلك من دخولهم داخلها وربما الجلوس فيها والتحدث داخلها؟ لا ينبغي التساهل في هذا الأمر والثقة بالكفار وتوليتهم أعمال المسلمين، خصوصا الإشراف على المساجد وبناء المساجد، بل يولى هذا المسلمين، العمال المسلمين، وهم كثير ولله الحمد. فينبغي التحرز من مثل هذا والابتعاد عن مثل هذا، وأن يتولى عمارة المساجد وبنايتها وإصلاحها عمال مسلمون ومقاولون مسلمون، وهم كثير والحمد لله، فلا داعي إلى العدول عنهم إلى غيرهم. نعم، بارك الله فيكم.